نتواجد الآن في الجهة الشرقية من مدينة تعز وتحديداً في منطقة ثعبات حي قريش في الخطوط الأمامية لقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في هذا المبنى مبنى عدنان الجنيد الذي تم تحريره صباح هذا اليوم بعد قيام قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بعملية واسعة استطاعت من خلالها تحرير قصر الإمام بصالة من قبضة الميليشيات الانقلابية وأيضاً تضييق الخناق وقطع خطوط الإمداد عن الميليشيات المتمركزة في هذه المدرسة مدرسة عقبة. وبالتالي فإن استمرار تقدم قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في هذه الجهة الشرقية من المدينة يساهم كثيرا في تحرير هذه المناطق من عناصر الميليشيات الانقلابية والتقدم باتجاه حي العسكري وكر الميليشيات الانقلابية في الجهة الشرقية من مدينة تعز. حمزة أمين، قناة بلقيس، من حي قريش في مدينة تعز.